حزب على مستوى مدينة ورزازات يعطي انطلاقة للبرنامج الإعداد برنامج انتخابي لبلدية مدينة ورزازات، وهي فرصة كذلك لكي تتم هذه العملية بقى مقاربة تشاركة مع المواطنين والمواطنين ومع الفاعلين المدنيين سواء من جميع الأطياف. هي فرصة كذلك للوشة الأولى كانت مرتبطة بتصميم التهيئة الحضرية وسؤال التنمية أي مدينة نريد أمام هذا الفجوة وأمام هذا الفطور اللي كيعرفوا النقاش العام. الحزب كان دائما سباق ومبادر لكي يعطي الانطلاقة إلى فتح نقاش عمومي حقيقي حول قضايا تهم المواطنين، حول قضايا تهم المستقبل وتهم الأطفال والأبناء ديالنا. هذه الورشة النقاش لن يقف على الحد، سيستمر وفق برنامج يصل مدى إلى حوالي 5 ديال الورشات. الورشة الثانية مرتبطة بالاقتصاد المحلي، والثالثة حول الخدمات الاجتماعية، والرابعة ستهم لونتربرونيا والشباب والمقاولات الرياضية، والخامسة سترتبط بمسألة الثقافة والسينما كآلية للترويج السياحي. بالتالي اليوم نحن فخورون وسعيد جدا بهذه الجاذبيه اللي عند حزب مدينه ورزازات، بهذه النخب الكبيره اللي حضرت معنا اليوم وساهمت في النقاش. هذه خلاصات غناخذوها بعين الاعتبار، وستكون حاضره كذلك في بلوره البرنامج الانتخابي ديالنا، لسنكون بكل صدق اننا متعهدون به امام الراي العام على ان يكون ضمن لو باك بلان داكسيون كومينال ما بعد الانتخابات اذا كانت النتائج في صالحنا. وبالتالي هي فرصه كذلك اليوم لملاقاه المواطنين والتباحث معهم حول القضايا التي تهم مستقبل المدينه.